ازيكم يا جماعه، معاكم اسلام حسن وحلقه جديده من برنامج كلام في الكوره ومباراه السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك اللي انتهت بفوز الاهلي بثلاثه اهداف مقابل هدفين. السوبر عموما في اي دوله في الكون بيتلعب كافتتاح للموسم الجديد، فاحنا كنا فعلا بنلعب المباراه دي افتتاح للموسم الجديد اللي هو موسم 2019-2020. بس السوبر ده بقى كان بتاع موسم 2017-2018 بس، يعني ده كان كده ايه معلومه في الهبل كده حبيت اقولها لكم. هنتكلم عن النادي الاهلي كالنادي الاهلي وعلى المدير الفني للاهلي كالمدير الفني للنادي الاهلي. ماليش دعوه بفايلر، مش هحكم عليه، الراجل لسه جاي جديد. بس خلينا نبدا بالفريق الخسران اللي هو الزمالك. ميتشو كان عنده مشاكل كتير قوي بدءا من التشكيل، يعني من قبل المباراه. البدء بمحمد عبد الشافي، اي باك يمين كان هيلعب في الاهلي سواء احمد فتحي او محمد هاني فهو كان بيحلم ان عبد الشافي هو اللي يلعب. ما اعرفش ازاي ميتشو ما فطنش للجزء ده. محمد عبد الشافي يا جماعه راجل على عيني وراسي وباك شمال من احسن الباكات شمال اللي جت في تاريخ مصر، بس خلاص كتر خيره. الراجل جاي في النادي الزمالك يختم حياته، 34 سنه والكيرف بينزل بشكل مبالغ فيه قوي. فلما تيجي نادي الزمالك تتجامل وتختم حياتك في نادي الزمالك، فانت ما تجيش تختم حياتك في ان انت تلعب اساسي، وان لعبت اساسي ما تلعبش اساسي في مباريات كبيره تقيله عليه. الجانب الاخر هو الجانب الهجومي لنادي الزمالك. البدء بكتيبه البلاي ميكرز دي والاعتماد على اشرف بن شرقي كمهاجم، طب هو ميتشو شافه لعبها فين قبل كده؟ اشرف بن شرقي ما ينفعش مهاجم. ثانيا الزمالك طول عمره او بلاش طول عمره، يعني الفتره الاخيره في المباراه الاخيره قصاد الاهلي على طول بيبقى فيه تفوق نسبي لنادي الزمالك بسبب ان لعيبه خط النص المهاجمين او صناع الالعاب بيتفوقوا على دفاع الاهلي بانهم بيعرفوا يخترقوا خطوطه بشكل سريع. يعني بتلاقي اللعيب بيخش جوه خط دفاع الاهلي او بيخترقه من غير ما خط الدفاع ياخد باله منه. فده اللعب في ان انا اكون تحت خط الدفاع، فان انا اخلي اشرف بن شرقي مهاجم مش هيعرف يعمل الكلام ده. كل صناع اللعب بتوع الزمالك ونجم من ساعه ما جه الزمالك انا ما شفتش منه اي حاجه تنم على ان هو يلعب في الزمالك اصلا، مش ان هو يبدا اساسي في ماتش الاهلي. اوباما هو ده الوحيد اللي بيعرف يعمل التركايه والخطفه اللي احنا بنقول عليها دي. شيكابالا مش هتكلم عن شيكابالا. ساسي وطارق حامد خلاص لا جدال عليهم، هم دول الاساسيين. فالتشكيله نفسها والتوليفه كانت غلط ان انا ابدا بيها مباراه الاهلي. تعال نبص على النادي الاهلي. فايلر بدا بتشكيل انا من وجهه نظري هو افضل تشكيل يتبدأ بيه المباراه دي، وناس كتير جدا انتقدت البدء بجونيور اجايه. طب يا جماعه انا بصوا ده يوتيوب بقى، انا بتكلم عن وجهه نظري وماليش دعوه بحد. انا شايف ان جونيور اجايه مهاجم مش جناح. افضل شيء هيدولك جونيور اجايه في الاهلي هيدولك وهو مهاجم. جونيور اجايه بالبلدي كده هو اللعيب الوحيد او السترايكر الوحيد اللي في الاهلي اللي يعرف يلعب لك الدور اللي بيلعبه فيرمينيو مع ليفربول. عنده المهاره، عنده مهارة الاستلام والتسليم، عنده السرعة، عنده الذكاء ان هو يعرف يتحرك ما بين الخطوط، وان هو يعرف يهرب على الجناب، وان هو يعرف يسقط يستلم ويفتح للاطراف، عنده كل ده يعرف يعمله. كل الحاجات دي اغلبها مش موجودة عند صلاح محسن ولا مروان محسن، فان انا العب بالجزء ده. ولما تبص على فايلر هضطر اتكلم عنه برضه، هو الكلام الكتير عنه قبل ما يجي الاهلي هيخلي الواحد يضطر يتكلم عنه ان هو بيتأثر كتير بالمدرسة الاوروبية. فمين اللي يضمن لك ان هو ممكن يكون مش متأثر بيورجن كلوب؟ خصوصا ان هو اتأثر بجوارديولا الشوط الثاني وعمل عكايه كده هنتكلم فيها. ممكن يكون متأثر بجوارديولا بان هو عايز يلعب جونيور اجايه يلعب له الدور بتاع فيرمينيو، وعلى فكره عملها. يعني بالفعل هو نجح في دي، احرز هدفين وكان بيعرف يفتح كويس قوي لكل المهاجمين. وعندك الجول الثاني ده ابسط مثال، الخطوه بس اللي خدها دي خلى محمد عبد الشافي اتروش كده في ان هو ما عرفش يريح الكوره مظبوط لمحمد عواد، خلاه لعبها غلط نزلت لحسين الشحات حطها. لو ما كانش اتحرك ناحيه محمد عبد الشافي كان محمد عبد الشافي بكل اريحيه ريحها لمحمد عواد وخلصت. فانا شايف ان ده انسب تشكيل بصراحه. تمسك بقى كده الماتش تكتيكيا واحده واحده. الزمالك عايز تتفوق عليه في نص الملعب، اضغط على فرجاني ساسي اول ما يستلم الكوره وخرج طارق حامد بره الماتش. الاهلي عمل ده على اروع ما يكون. حمدي فتحي ما كانش عنده اي حاجه الشوط الاول بيعملها غير ان فرجاني ساسي اول ما يستلم الكوره يضغط عليه بيخرجه بره الجيم. عندك بعض اللعيبه جوه الملعب بقى في الاهلي بتقدر عندها المهاره النفسيه ان هي تخرج اللعيب اللي بيتوتر بره الجيم بسرعه. قفشه، جونيور اجاييه، رمضان صبحي، اللعيبه دي عملت ده عنده. حتى مش شرط ان انا اتخانق، مش شرط ان انا اقل ادبي، لا بمهارتهم جوه الملعب عملوا ده. خلوا طارق حامد بيخرج بره الجيم، خلوا شيكابالا بيخرج بره الجيم، خلوا حمدي النجاس بيخرج بره الجيم. كل ده تفوق نفسي بيؤدي ان تفوق جوه ارضيه الملعب. خط دفاع النادي الاهلي كان متاخر فمنع الهجوم بتاع الزمالك ان هو يعرف يتفوق عليه سواء كان بالسرعه او بالمهاره او بالاختراق.
ومفيش عندك سترايكر صريح في الزمالك، فدي ساعدت خط الدفاع ان هو يتفوق بشكل كبير. تعالوا نعلى كده لفوق شويه، خط النص احنا اتكلمنا عنه، الهجوم بتاع بتاع الاهلي زي ما قلنا جونيور اجاي كان متمركز، كان كل الكرات العاليه بيطلع عليها وبياخدها وبيعملها صح، سواء بيستلمها سواء كان بيفتح لحسين الشحات، يفتح لرمضان صبحي، يدي لمجدي قفشه. مجدي قفشه يا جماعه بمنتهى الصراحه من اللعيبه القليله جدا في مصر اللي بتعرف تلعب رقم 8 و10 على اروع ما يكون، وفي المباراه دي بالذات كان بينزل يستلم كويس جدا ويزيد كويس جدا ويوزع كويس جدا ويدافع كويس جدا، بصراحه لعيب على اروع ما يكون، كان عامل هو وعمرو السوليه وحمدي فتحي كانوا ماسكين نص الملعب محزمينه، عندك كل لاعب بيأدي دوره على اروع ما يكون، فانت هتعرف تتفوق على خط النص بتاع الفرقه اللي قدامك بشكل كبير جدا. حسين الشحات كان فايق قوي يا جماعه، الشيفت بقى اللي احنا بنتكلم عليه بتاع حسين الشحات يروح شمال ورمضان صبحي يجي يمين، لاسارتي كان بيعمله، بس اتفرج على الفرق بقى، اتفرج على الفرق. حسين الشحات لما كان بيروح شمال عمره كان بيخش منطقه الجزاء ويلعب بالهيد، عمره كان بيشمس ويخش يشوط ويستنى الكره الثانيه يروح يجيبها جول. ما هي دي فروق بقى، دي فرق في الخطه على فكره، هي الخطط في كل الانديه واحده وفي كل ومع كل المديرين الفنيين واحده، بس طريقه التنفيذ ان انا اعرف اللعيب ينفذها ازاي. كل ده ادى لتفوق النادي الاهلي في الشوط الاول بشكل كبير جدا، وان الشوط الاول يخرج 2-0. الشوط الثاني ومع بدايه الشوط الثاني وانك تجيب الثالث خلاص انت ركبت الجيم، والاهلي كان تفوق بشكل كبير جدا وبدات الكره تحت رجله، وكان في مبشر ان كان هيبقى في سكور في المباراه دي. يجي لك الوحش محمد الشناوي بقى ويقوم طالع لك، منطقه الجزاء كبيره يا جماعه، كبيره وكلها بتاعتك، اشمعنى الجزء ده من منطقه الجزاء لما الشناوي بيطلع فيه بيعمل ضربه جزاء؟ مش عارف ليه، يخش يتزحلق يرجع ايده لورا ويخش بصدره في رجل اللعيب، طب ما دي ضربه جزاء يا ابن الحلال. الخطا الفني بقى اللي من فايلر لما ياسر ابراهيم اتصاب ورجع حمدي فتحي يلعب مساك، هي ليها اسباب كتير، بس زي ما قلت لكم من شويه لما بقول لكم هو متاثر بالمدرسه الانجليزيه، هو قال لك ايه ده مثلا فرناندينيو رجعه يلعب مساك، اه حلو، لا مش حلو، ما هو انت العنصر المصري اللي عندك في الجهاز الفني كان لازم يعرفك ان اللي بيعرف يلعب مساك افضل منهم كلهم جوه الملعب هو احمد فتحي، ويقول لك ان حسين الشحات قعد تقريبا 3 سنين بيلعب باك يمين، فهو عارف واجبات المركز ده، فكان هيبقى من الطبيعي جدا ان انا هقوم حاطط محمد هاني واحمد فتحي اتنين مساكين لعبوا في المركز ده كتير وعارفين يقفوا ازاي في المركز ده، واحط حسين الشحات باك يمين يعرف يقف في مركزه او يعرف يتمركز كويس يلعب كويس، يبقى خط الدفاع بتاعي ما تاثرش. بمجرد ما رجع حمدي فتحي خط الدفاع بقى مفتوح بشكل كبير جدا. الغلطه بتاعت حمدي فتحي دي هي غلطه عدم تركيز، غلطه لاعب مش عارف هو واقف فين، ولو حتى عارف هو واقف فين مش عارف لما بقف هنا بعمل ايه، استلم الكرة ومدها كده عمل ضرب جزاء. كل دي أخطاء فنية احنا بنتكلم عليها كمجمل، مش بحكم على مدير فني، هو لسه لما يعرف اللعيبة ويشوف لهم فيديوهات قديمة ويعرف خلاص هنبدأ بعد كده نحكم بقى، لما نقول ان انت خلاص انت عرفت كل حاجة يبدأ يتحكم عليك ان ده غلط وان انت كده غلطت وان الغلط ده المفروض ما يتكررش، وان الغلط ده يقول ان انت كويس ولا وحش. بس في النهاية كمجمل الاهلي هو اللي دخل الزمالك في الجيم، ومع اعتراضي على كل حد يقول لك الزمالك تفوق الشوط الثاني وكان يقدر يرجع وريمونتادا الا حته، لا مفيش الكلام ده، الزمالك الاهلي هو اللي دخله في الجيم بضربتين جزاء هم صحاح وكل حاجه، وتفوق الزمالك على خط دفاع النادي الاهلي هو ناتج على ان خط دفاع الاهلي وحش، وناتج على ان المدير الفني بتاع النادي الاهلي غلط غلطات خلت خط الدفاع مش واقف على رجله ومش عارف يعمل حاجه، فطبيعي ان الفرقه اللي قدامه ما بتلعبش بلي، هي بتلعب كوره برضه هتتفوق عليه. غير كده مع بعض التظبيطات البسيطه اللي كانت ممكن تحصل وان ضربتين الجزاء او حتى واحده منهم او الثانيه ما تجيش كان الاهلي هيتفوق بشكل كبير، وكان هيبقى فيه اهداف اكتر من كده لان الزمالك كان خرج بره الجيم تماما. نقطه اخيره ودي عنوان حلقتنا، ودي الحاجه اللي انا شاكك ان انا شايفها، ان فايلر من الواضح ان هو عايز يحول فرقة النادي الاهلي الى نسخة من ليفربول، زي ما قلت فكرة ان هو بدأ بطرفين مهاريين، ان هو يلعب بمهاجم بيعرف ينزل ويستلم ويسقط ويعمل الكلام ده كله. مجدي قفشة ده لاعب قادر على ان هو يحول لك خطة اللعب ل 4-3-3 او ان هو يخليها لك 4-2-3-1، فده لاعب بينوع في خطة اللعب جوه الملعب وبيلعب بنفس كفاءة الخطتين، فدي كده بتريحك بشكل كبير جدا. هنشوف القادم ايه. في النهايه مبروك للنادي الاهلي، هاردك لجماهيرنا الزمالك، وفي النهايه بشكرك جدا لو انت وصلت للجزء ده من الفيديو، ويا ريت لو انت مش مشترك في القناه تشرفنا بالاشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات ودوس لايك الفيديو لو عجبك، ولو ما عجبكش دوس له لايك، وقول لنا انت دوست دوس لايك ليه عشان نرضيك في القادم. وكان معاكم اسلام حسن، اشوفكم في حلقات جديده، سلام.